والله يبدو أن تعز مغيبة عن المشهد وأنها في ذيل القائمة، وهذا ما يؤلمنا كثيرا. لو فك الحصار وفتحت منافذ لهذه المدينة ستفرح أكثر، ستتنفس أكثر، ستبتهج بكل يوم يمر عليها معاناة. اليوم كثير من كانوا ضيوفا في تعز من أبناء صنعاء والذين كانوا لتصوير مسلسل في صنعاء في تعز، اليوم يتحدثون في صفحاتهم أن السفر أصبح قطعة من جهنم. عندما تغادر تعز إلى صنعاء أصبحت المسافة ربما تقترب من 20 ساعة و 18 ساعة بينما كانت سابقا 4 ساعات. الممرات كنا نعبرها بدقائق أصبحت بالساعات. حصار خانق على هذه المدينة، ولا يبدو، نحن نأمل أن تكون تعز حاضرة في المفاوضات، وأن فعلا أن تبتعد هذه القبضات التي تخنقها، أن يرتفع عنها هذا الكابوس. بكل تأكيد أن تعز تعيش بالصبر. إن أردت أن تعرف عنوان تعز فهي تعيش بالصبر منذ 8 أعوام من الحرب والحصار عليها. تعيش بالأمل، تعيش بالتفاؤل. الأزمات تخنقها من كل اتجاه، أزمات اقتصادية، الحرب، القصف عليها، انعدام الخدمات، تعاني كثيرا من الأعداء ومن الأصدقاء كما تعلمون، لكنها مدينة لابد أن تتمسك بالحياة. هذه طبيعة أبناء تعز، يتمسكون بالحياة، يذهبون إلى الفرح، تجدهم يحتفلون بكل شيء ويحتفلون من أجل كل شيء، يحتفلون حتى بالوطن في ظل تشظي هذا الوطن وفي ظل انقسامه. لذلك لن تختلف هذه المظاهر التي تجدونها في رمضان عن بقية الأيام، عن الأعياد، عن الأعياد الوطنية. سيظل أبناء تعز يحملون مشاعر الحياة وهم يتألمون، وهذا هو المهم والأهم، يتحركون إلى الأمل والجمال، وأقدامهم تنزف من الألغام، من القصف، من القتل، من القنصة. ستظل مدينة نصلي ونسلم عليها ونفتخر أننا ننتمي لها، لأنها ذروة الوطنية. جميل جدا. تتمسك بالوطن رغم أن بعض الوطن أو أغلبه يخذلها ويتركها وحيدة تعاني حصارا وحربا مستمرة.